أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. أعلنت الحكومة أنها ستصرف 60% من راتب الموظفين خلال الأسبوع الجاري، كما علمت وطن أن سلطة النقد ستصدر تعميما إلى البنوك لاعتماد نسبة معينة من خصم أقساط القروض في حال صرف الحكومة 60% من قيمة الرواتب. في موضوع آخر، اقتحمت مجموعات استيطانية صباح اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة أمنية مشددة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامي بالقدس أن من بين المقتحمين 35 من عناصر المخابرات الإسرائيلية قاموا بجولة في باحات المسجد الأقصى. وفي مدينة البيرة ألقى متظاهرون غاضبون ورافضون لزيارة وزير الخارجية الكندي جون بير للأراضي الفلسطينية، ألقوا البيض على مركبته أثناء مغادرة اجتماعا مع وزير الخارجية رياض المالكي، في وقت حاولت شرطة مكافحة الشغب منع المتظاهرين الاقتراب من الوزير. هذه الوقفة بدعوة من شبيبة حركة فتح ولجان المقاومة الشعبية تنديدا بزيارة وزير خارجية كندا، هذه الحكومة التي أصبحت مواقفها متطرفة وتدعم اليمين الإسرائيلي المتطرف تجاه قضايا شعبنا. هذه الحكومة دعمت الإرهاب الإسرائيلي والجرائم التي ارتكبت بحق أطفال قطاع غزة وشعبنا في قطاع غزة. هذه الحكومة تدعم الاستيطان في القدس، هذه الحكومة أيضا تدعم الاستيطان في الضفة الغربية، هذه الحكومة مواقفها تماما يعني تقف إلى جانب الكيان الصهيوني، هذه الحكومة واقفة ضد كل القرارات التي قدمت من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وتحرض عليها وتعاقب الدول التي حتى تعترف بالدولة الفلسطينية. إذن علينا أن نستقبلها بالشكل الذي يليق بوزير خارجيتها، لأن نعتبره شريك في الإجرام، شريك في القتل، شريك بالتدمير. قدمت اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة عبر مؤسسة الإغاثة الزراعية الفلسطينية مساعدات مالية بلغت 140 ألف شيكل لشراء حرامات شتوية لإغاثة المتضررين من المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب البلاد. جاء ذلك خلال زيارة وفد من اللجنة لمقر الإغاثة في مدينة رام الله. حملة أغيث غزة اللي أطلقتها الإغاثة الزراعية من بداية العدوان هي لدعم أهلنا في غزة، حملة كبيرة. استطعنا حتى الآن توصيل حوالي 800 طن من الأغذية وعشرات الشاحنات من الحرامات. اليوم احنا نستقبل وفد اللجنة الشعبية من الناصرة، رفاقنا وزملائنا زارونا أكثر مرة على هذه القاعة، هم للمرة الثالثة بزورونا في هذه القاعة. تبرعوا في الحملة الأولى كانت كميات كبيرة من الأدوية، اليوم هم معهم مبلغ ثمن 3000 حرام. حملة إغاثة الغزة هي بتتضمن اليوم حوالي 3000 حرام بهدف تدفئة كل أهلنا في غزة. الحملة السابقة كانت هي حملة أدوية، المرة هاي حملة حرامات للتدفئة تشمل 3000 بطانية. ونختم من غزة، فقد أعلنت سفارة فلسطين في مصر عن فتح معبر رفح البري لمدة 3 أيام وبالاتجاهين اعتبارا من الثلاثاء حتى الخميس للطلاب والحالات الإنسانية. وقالت السفارة أن ذلك جاء استجابة للطلب الرئيس محمود عباس عقب زيارته الأخيرة إلى مصر. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.